السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنتكلموا على مبرهنات القياب الوسيطيه تيوريم دي فالور انترميديير. في هذه المبرهنه فيها صيغتين، رقم واحد ورقم جوج. حنا غنتكلموا على الصيغه الاولى. الفائده ديال المبرهنه هذه هو ايجاد عدد حلول معادله يصعب حلها بالطرق المعتاده. اذا عاده المعادلات اما كنستعمل دلتا باش نلقى الحلول او لا كنحاول ندير التعميل. احيانا كيكون صعيب عليا يعني نحل معادله، وبالتالي كتجي المبرهنه ديال القيم الوسطيه باش تعطينا فقط عدد الحدود، يعني كنعرف عدد حدود معادله او عدد الحلول معادله. اذا نبداو بقراءه المبرهنه. اذا كانت اف متصله على مجال ابي، اذا اول شرط خصها تكون اف الداله اف متصله على مجال ابي. وهنا ماشي بالضروره تكون ا وبي عدد الحقيقيين، يعني ممكن تكون حتى بلس لانفيني او لا مول لانفيني بلس لانفيني، او يعني هنا ماشي مشكل. فان لكل عدد حقيقي بيتا محصور بين العددين اف لي او اف لي بي، اذا الشرط الاول اف متصل على ا بي. الشرط الثاني خصو يكون واحد بيتا، يعني كلك سوا بيتا واحد العدد كينتمي للصوره ديال المجال ا بي، يعني محصور بين اف لي او اف لي بي، يعني كينتمي لصوره المجال ا بي. اذا شنو كينتج عن هذا؟ الا كان عندنا الشرطين محققين فيوجد على الاقل عدد حقيقي الفا من المجال ا بي. اذا يوجد على الاقل واحد الفا اللي كتنتمي للمجال ا بي بحيث اف لي الفا تساوي بيتا. او بصيغه اخرى، يعني هذه الجمله الاخيره يمكن نعوضها، المعادله اف لي اكس كتساوي بيتا تقبل على الاقل حلا في المجال ا بي. اذا الا كانت عندنا اف متصله على مجال ا بي كيلك سوا بيتا كينتمي للمجال اف لي ا بي، فالمعادله اف لي اكس كتساوي بيتا تقبل على الاقل حلا ينتمي للمجال ا بي. نحاول نشوفو هندسيا. اذا عندنا واحد الداله التمثيل المبني ديالها هو هذا، معرفة على مجال ا بي. اذا عندنا اف لي ا اف لي بي هما هادو، اف لي ا هذا اف لي بي، وحنا عندنا اف لي ا. ناخذ بعض الامثله. اذا ناخذ مثلا نبينوا بان المعادله اف الاكس كتساوي واحد تقبل على الاقل حلا في المجال ا بي. المجال ا بي ناخذه مثلا هو المجال ناقص جوج، ناقص جوج هنا جوج فاصله خمسه، اذا عندنا جوج فاصله خمسه تقريبا، وحنا عندنا ناقص جوج. اذا نشوف الشروط. اذا اف متصله على المجال ناقص جوج جوج فاصله خمسه. نشوف الصوره ديال المجال ناقص جوج جوج فاصله خمسه. اذا ناقص جوج كنديرو تقاطع غتجينا هي هذه، هي جوج، وعندنا جوج فاصله خمسه. اذا جوج فاصله خمسه كنديرو التقاطع ديالها جوج فاصله خمسه تقريبا هي هذه، التقاطع غيجينا هو هذا. إذن غيجينا المجال هو هذا، هو المجال ولا صورة المجال ناقص جوج جوج فاصلة خمسة. إذن شنو قلنا؟ حنا إف الإكس كتساوي واحد، إذن غنشوف واش واحد كتنتمي لصورة المجال ناقص جوج جوج فاصلة خمسة. إذن واحد راه هي هادي، إذن واحد راه كتنتمي لهاد المجال هذا، راه كاينة ما بين هاد المجال هذا، وبالتالي فهاد المعادلة إف الإكس كتساوي واحد تقبل على الأقل حلا في المجال ناقص جوج جوج فاصلة خمسة. هندسيا شنو كتعني هذه؟ هندسيا كتعني بأن المنحنى اللي كيمثل اف اللي هو السائف، والمستقيم اللي المعادلة ديالو إكري كتساوي واحد كيتقاطعو في واحد النقطة، على الأقل كيتقاطعو في نقطة.
إذن نشوفوا احنا هاد إذا نرسموا المستقيم للمعادلة ديالو Y تساوي واحد هو هذا. إذن هذا مستقيم Y تساوي لنا واحد وعندنا سقف. إذن كنشوفوا بأنهم كيتقاطعوا في مجموعة من النقاط وهاد النقط راه كاملة كتنتمي لمجال ناقص جوج جوج فاصلة خمسة. إذن النقطة الأولى راه هي هذه، النقطة الثانية هي هذه، والنقطة الثالثة راه هي هذه. إذن كل هاد النقط كتنتمي لمجال ناقص جوج جوج فاصلة خمسة. إذن حنا كنقولوا بأن إف لإكس تساوي واحد تقبل على الأقل حلا في المجال ناقص جوج جوج فاصلة خمسة. ناخدو واحد المثال تطبيقي. إذن إف دالة جدول تغيراتها كالتالي. السؤال الأول بين أن إف الإكس يساوي واحد تقبل على الأقل حل في ناقص ربعة صفر. إذن نبدأ بالشرط الأول، إف راها متصلة على المجال ناقص ربعة صفر. الشرط الثاني نشوف واش بيتا في هذه الحالة هي واحد، واش كتنتمي يعني واش واحد كتنتمي للمجال لصورة المجال ناقص ربعة صفر. شنو هي صورة المجال ناقص ربعة صفر؟ يعني كنشوفها مبيانيا أو لا الجدول، من خلال الجدول صورة المجال ناقص ربعة صفر هي ناقص خمسة جوج، لأن الدالة التناقصية تنقلب لي بوغن. إذا ناقص خمسة جوج، إذا واش واحد كتنتمي ناقص خمسة جوج؟ إذا راها كتنتمي. إذا الشرطين بجوج حقين، وبالتالي كنقول بأن إف لي إكس كتساوي واحد تقبلو على الأقل حلا فاش في المجال أبي اللي هو ناقص ربعة صفر.